مرحبا واهلا وسهلا فيكم في فصل الشتاء في حكينا احنا الان في فصل الشتاء في مدينة سيدني. طبعا انتم شفتوا الاوبرا هاوس اللي موجودة ورائي، هاي اشهر معلم في مدينة سيدني. هذا المعلم كان ديزاين من اركيتكت اسمه دانشو من دنمارك اسمه جون اوتزون في 1956. فاز هذا الديزاين بجائزة، وعشان هيك سووها زي ما شايفين هذا الاوبرا هاوس من اشهر المعالم الموجودة في العالم وبميز مدينة سيدني. وراي غاد بالضبط اللي هو هاربر بريدج، السكان المحليين بسموه كوت هانجر لانه شكله زي الكوت هانجرز اللي بعلاقة الاواعي، وطبعا من اشهر المعالم في العالم لانه من اكبر الستيل بريدجز في العالم. خلينا معكم ونشوفكم في حلقة ثانية من سيدني. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.